كما أكد الرئيس السيسي أن هناك دولاً في القارة الإفريقية لديها قدرات زراعية عالية، مضيفاً أن تكلفة تأهيل وزراعة مليون فدان يصل إلى 200 مليار جنيه، أي ما يعادل 30 مليار دولار. طب ما في دول في القارة الإفريقية عندها قدرات للزراعة قد كده مرات كثيرة، لكن حد من زمايلنا اللي موجودين هنا يعرف إن أنا عشان أزرع مليون فدان محتاج ان يكون في الكهرباء بتاعتهم ودي تتكلف اموال ضخمه، محتاجه ان يكون في طرق وسكه حديد ودي عايزه اموال ضخمه، ثم عايزه التكنولوجيا الزراعيه حديثه ودي اموال ضخمه عشان مليون فدان، مش عشان اتكلم على 25 30 مليون فدان او اكتر في دول جنب مننا. في يعني مش انا ما بحبش اذكر اسماء دول عشان ما يعني ما حدش يبقى ليه يعني يتألم من حاجه. احنا بنتكلم على اشقاء لنا عندهم 200 مليون فدان قبل الزراعه، صحيح؟ طب ما احنا بنتكلم على الموضوع ده بقالنا 50 سنه ما زرعوش ليه؟ لان المطلوب مش موجود، المطلوب مش موجود. ودي القضيه ما بين الواقع اللي موجود وزي ما قلت كده والقدرة على تغييره. عشان تزرع المليون فدان دول بتتكلم في 100 و150 و200 مليار جنيه، يعني 30 مليار دولار. بالمناسبة لأي حد بيسمعني اوعى تفتكر ان انا بقول ارقام، دي ارقام انا بدير العمل بها في مصر هنا.